هذا منزل عائلة السرحي، وهكذا دمرت إسرائيل ما تدعي أنه مراكز عسكرية لحماس. الموت لا يتوقف عن زيارة منازل الغزيين، وآخرهم منزل أبو معمر. هذا الطفل بات يتيم الأب والأم بعدما استشهد والده صدام ووالدته هنادي وجده موسى بغارة إسرائيلية استهدفت منزل العائلة في خان يونس. الغارات الإسرائيلية العدوانية لا تتوقف عن استهداف المناطق السكنية وقتل المدنيين في غزة. بيوت سويت بالأرض في جباليا، النصيرات، بيت لاهيا، السودانية والعطاطر. وجديد الإسرائيليين في عدوانهم على غزة استهداف المساجد أيضا أثناء إقامة الفلسطينيين الصلاة. لكن الرد الفلسطيني حاضر، والذي بلغ هذه المرة مستوطنة نتانيا في وسط إسرائيل للمرة الأولى. صواريخ المقاومة دمرت أيضا منزلا في مستوطنة نتفوت، إضافة إلى مواصلتها قصف عشرات الصواريخ على تل أبيب وأشدود وقاعدتي زكيم وبلمخيم. أما ردات الفعل العربية والدولية فأقل ما يمكن وصفها بالمخزية. الأمين العام للأمم المتحدة جدد إدانته لإطلاق الصواريخ مكتفيا بالأسف على مقتل المدنيين الفلسطينيين. ملك الأردن بحث مع بان كي مون العدوان على غزة، مكتفيا هو الآخر بالتحذير من تداعيات ما يجري.